السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتصال هاتفي، في ناس شافوا التعبان هنا وقالوا ان هو دخل البحر ده، هنبحث عليه نشوفه موجود ولا لا. لسه مكملين في الحد ده كله ومكملين ورجوه. هو ده طرنش مظبوط وفي عازل بين الحيطه وبين الله في بحر. أنا مش هكون لسه الجوع مكمل. تعالى يا جماعه نشيل الشطر دول بكام. ستوب. امشي الورا يا ده يا مروان يا ده. كمان الكوبرا ظهرت معانا فينا اهو. حصل الصور ده حتى. حد اشكال هنا. طبعا لازم نعمل عملية توسيع الكوبرا بتاعها عشان ما تتعورش. اسكت يا حبيبي بعد اذنك. ثواني اول ما تيجي تخش البوابه دي على الباب. الله الله. الكوبرا ظهرت واحد بعيد. انت هو كوبرا عنيدة جدا مش هتتحرك من مكانها خالص.
ادي الكوبري يا جماعه. بعد فحت حوالي ساعة ونص طبعا هي الكوبرا لدغت الوزري وطبعا هي بتجي عتمه بس حلو. بتحاول تلدغ العصاية. تم بس يا ترى والحمد لله على كل تعوش تركه. ايوه مش هتقول لي كلمه حبيبي ولا حاجه مش هتدعي له ولا حاجه الله يبارك لك خير اللي حصل له ظهور اللي فيها خاطر انا انما في غيرها بقى بس طب الكوبري يا جماعه عدت المسكينه دي شايفين حضراتكم السم ظاهر عليها هتعملها كده على النار ثواني يا احمد ده كده تاثير السم على طول طبعا المسكينه عمت وخلاص فاضل لها دقايق بسيطه وهتموت ده تاثير سم الكوبرا مقروصه لكل متهور وكل واحد ما يعرفش يعني ايه كوبرا ما تحاولش تمسك كوبرا انتوا شايفين لدغه بسيطه وشايفين الوزن وادي الكوبري ستوب